رئيس بلادنا، رئيس بلادنا، نحنا جنوده، بطل جبار افعاله جهوده. المهم الناس لو كان بدقيقة ثبات الامن يظهر من عهوده. رئيس بلادنا نحنا جنوده، بطل جبار افعاله جهوده. وبهم الناس لو كان بدقيقة ثبات الامن يظهر من عهوده. انتهينا انتهينا، روح عتاني طريقة، تثبت فكرك ورجع شروده. ثبات العاب في قلب العشيقة، خل عيون افكارك يجوده. وثبات النار على الخمرة العتيقة، خل الكاس ما تكذب وعوده. وثبات العدل بظروف الدقيقة، خلى الما سجد يعرف سجوده. وثبات صنمين حتى بكل ضيق، الفنا عجزان يتحدى صموده. وحجر مكي على ذات الطريقة، ثابت انحني بوث خدوده. وبني معروف شلفات الرشيقة، وبني معروف، وبني معروف شلفات الرشيقة، ابتدات المرجلي اعتادوا يسودوا. والبابا بقلب روما العريقة، بثباتوا ثبت الدين وبنوده. انتهينا، روح عتاني طريقة، تثبت فكرك وركع شروده. ثبات العاطفة بقلب العشيقة، خل عيون افكارك يجوده. وثبات النار على الخمرة العتيقة، خل الكاس ما تكسب وعوده. وثبات العدل بالظروف الدقيقة، خلى المسجد يعرف سجوده. وثبت طنين حتى بكل ضيق، الفنا عجزان يتحدى صموده. وحجر مكي على ذات الطريق، ثابت الحلي يبوث خدوده. وبني معروف شلفات الرشيقة، اتبعتوا مرجلي اعتادوا يسودوا. والبابا بقلب روما العريقة، بثباتوا ثبت الدين وبنوده. بجوز الشمر، بجوز الشمر من قلب الحريقة ينقل على الثلج يخلق بروده. بجوز الشمر من قلب الحريقة ينقل على الثلج يخلق بروده. وبجوز الشهد على شفاف الرقيقة، لتاني شفاف ينقل من قيوده. بجوز الشهد بشفاف الرقيقة، لتاني شفاف ينقل من قيوده. وبجوز الطير ينقل بالحديقة، وبجوز الروت ينقل لك وروده. وبجوز الروح تنقل هالحقيقة، وينقل جسمك وينقل جسمك. وبجوز الروح تنقل هالحقيقة وينقل جسمك ونخسر خلوده. وبجوز الأرض عشوالح طليقة تنقل والكواكب ما يعودوا. بجوز من الدني تروح الخليقة، لكن اسم الله غصب عنك باقي للأبد ثابت وجود. اكتفي يا جري بطيب النوايا، إن سمعت عسباع الودايا. وإذا في هالمعطر رح تملي زنودك، شو مخلي للبايا؟ تروح يا طليع ولا تعلي، لأنه كتير جنحينك طرايا. الدنيا ماوير والايام اللي وجوه نابل.
مثبت بزاوي من الزوايا بوادي معتم وعاكل تل وبكل مكان عينه وعالرعاية وعلى قصة خلوده المستقل ثباته ما تحشر بالحنايا وانا بعطيك للموضوع حل بشرط ترجع للعصور الخلايا عندنا الكون صار بغير حلي وعندنا الارض غرقت البلايا وعندنا بطل المؤمن يصلي وعندنا ضيعوا لوح الوصايا وعندنا بطل المؤمن يصلي وعندنا ضيعوا لوح الوصايا تحت على ثباته ما يخلي ملامي من سما اسرار الغنايا انتفض مجده وقفل باب التخلي ونفخ روحه بعت على الارض ابنه فيعطي الناس مغفرة الخطايا خصص لزاوي من الزوايا بودايا معتم وعاكل تل وبكل مكان عينه وعالرعايا وعلى قصة خلود المستقل حسباته ما تحشر بالحنايا وانا بعطيك للموضوع حل بشرط ترجع للعصور الخلايا عندنا الكون صار بغير حلي وعندنا الارض غرقت البلايا وعندنا بطل المؤمن يصلي وعندنا ضيعوا لوح الوصايا حتى اعلى ثباته ما يخلي ملامي من سما اسرار الغنايا انتفض مجده وقفل باب التخلي ونفخ